ما أعرف إذا أنهته أو لا، بس إذا ما يعني أنهيناه إن شاء الله حنرجع عليه بعدين. أنا ارتأيت أنه بما أنه أن ناخذ نيورو أناتومي بالتشريح، فالأفضل أنه نمشي جنب لجنب مع الهيستو حتى يكون الموضوع تقريبا، لأنه بينه جوانب كثير مشتركة. فناخذ أيضا بالهيستولوجي أنه يكون موضوعنا عن النيرفوس سيستم حتى تمشون مع النيورو أناتومي. طبعا النيرفوس سيستم مثل ما ذكرنا بالنيورو اناتومي هايلي انتر كوميونيكيتنج نتورك اوف نيرف سيل. المين ستراكشر اللي يكون النيرفوس سيستم هو اربع اشياء: النيورون والسبورتنج سيل اللي هي النيوروجليا، والنيرف فايبرز أو اللي هي تكون على شكل بندل أو النيرف الاعتيادي، وعندنا الأكسسوري ستراكشر اللي هي تكون بلود فيزلز مننجز كورويدال بلاكسز، هاي الأشياء اللي إضافية اللي موجودة بالنيرفوس سيستم. الوحدة البنائية والوظيفية بالنسبة للنيرفوس سيستم هو النيورون. النيورون مثل ما نلاحظ أنه الخلية، طبعاً النيرفوس سيستم يتكون من ملايين الخلايا العصبية المتخصصة في وظائف شتى، ويكون لها ستركتشر وتركيب يختلف عن بقية الخلايا. النيورون بها السيل بودي، السيل بودي بينه كلير نيوكليوس ويحتوي على النيوكليولس، ماني اورجانيل كولجي، طبعا الخلية العصبية ميتابوليكلي اكتف سيل، ولهذا تحتوي على ماني اورجانيل، مثلا عندنا اللايسوسوم كولجي ابيريتاس ميتوكوندريا تو بروفايد انرجي فور ذي سيل. و والشيء اللي يميزه هو وجود الرف اندوبلازميك ريتيكولوم على شكل تو سيسترن، وعليها تترتب الرايبوسوم على شكل حبات، فتنطيها كستركتشر معين نسمينه النيسلز بودي او النيسل سبستانس. هذه بالهيستولوجيكال ستينينج تاخذ اللون البنفسجي العميق، والنيوكليوس ايضا تاخذ اللون البنفسجي عميق، ولهذا يكون لون السيل بودي يكون دائما غامق. من السيل بودي عندنا ماني سايتوبلازميك بروسيس، هذه السايتوبلازميك بروسيس ديفويد اوف ذا اورجانيل، يعني الاورجانيل بيها كلش قليله، اللي هي الدينترايتس تكون ملتيبل، تكون شورت بروسيس، وعادة وظيفتها هي receive the stimuli from the another cell أو from the external stimuli. وال one long process اللي هو الأكزيم which responsible for carry the signal from the body by depolarization to other nerve cell أو to other epithelium sensor أو to other part of the body. طبعا الأكزيم ينتهي بهذه ال terminal button اللي هي ال branched terminal end of axon، واللي منه يطلع الأستالكولين اللي هي الكيميكال substance responsible for carrying أو signal of the nervous signal from one cell to another. لاحظوا هذه صورة للنيرف للنيورون،
هذا البادي السيل بادي، تلاحظون النيوكليوس تكون كلش واضحة هي تحت المجهر، ولاحظوا النيسل بادي تكون على شكل مميز بالخلايا العصبية، طبعا هي فقط موجودة بهذا الترتيب فقط بالنيرف سيل. وهذه مثل ما تلاحظون السيتوبلازميك بروسيس للدنترايتس، وهذه الأكزيم of the cell. عندنا أنواع مختلفة من النيورون حسب الفانكشن. عندنا المالتي بولار نيورون، من نقول مالتي بولار معناته البروسيس from all direction، فهذه الخلايا تمتاز عادة الموتور نيورون يكون من نوعية المالتي بولار نيورون. يمتاز المالتي بولار نيورون باللارج سيل بادي، لارج نيوكليوس، وان او سينجل اكسن، وعادة يكون لونج اكسن، زين لارج اكسن لونج، وماني دنتريك بروسيس، ماني دنتريتس فروم ديفرنت سايت اوف ذا سيل. فإذا نلاحظ أن الخلية من كل الاتجاه بها سيتوبلازميك بروسيس، فنسميها مالتي بولار نيورون، وعادة الموتور نيورون تكون من هذا النوع. اليوني بولار، هذه اليوني بولار السيل بادي ينطي وان بروسيس، وهذا البروسيس ينقسم إلى تو برانش، وحدة راح تكون الدنترايتس والأخرى راح تكون الأكسن. عادة السنسوري سيل تكون من نوعية اليونيبولار، وهذه عادة موجودة بالسنسوري كانجليا of the cranial أو الاسبينال نيرف. النوع الثالث نسمينه البايبولار، هذا عادة النوع يكون كونكتينج يعني between the cell، خاصة between the cell of the cerebrum, cerebellum، بالريتينا يكون موجود، أيضا بالأولفاكتوري epithelium أيضا يكون موجود. هذا النوع من الخلايا اللي هي البايبولار عنده يكون spindle shape من الاتجاهين، يكون عنده single process، وحدة راح تمتد وتنطيني بالنهاية dendritis واللخ أو حتى كأنه كتو أكزن، وحدي كدنترايتز واللخ كأكزن تنطي، ومن هذه الأكزن يعني يكون دنتريك بروسيس. مثل ما ذكرنا هاي البايبولار عادة تكون كونكتينج، وتكون عادة يعني الـ small cell والبروسيس مالتها تكون equal size، يعني ما مثل المالتي بولار نيورون عادة الأكسن يكون طويل، مرات يصل إلى يعني أطوال طويلة. ذكرنا أنه النيرفوس سيستم ينقسم إلى جزئين رئيسيين، السنترال نيرفوس سيستم والperipheral nervous system. السنترال nervous system اللي يشمل البرين والسباينال كورد، عادة CNS يتكون من النيورون أيضا supporting cell و blood vessels والأكسسوري اللي موجود بينه. ذكرنا أنه الخلية العصبية بها cell body، والcell body عادة ياخذ اللون العميق، ولهذا من تتجمع cell body يكون المنطقة اللي تكونها لونها جري أو غامق، ولهذا يسموها الجري ماترز. فإذا الجري ماترز عادة يكون موجود فيها أجسام الخلية مع جزء من مع البروكسيمال بورشن اللي هي الدنترايتس، وأول جزء من الأكسن اللي هو يكون unmyelinated part. فهذه تكون تكون لي الجري ماترز. إذا كانت داخل السي إن إس، عادة بالبرين الجري ماتر تكون للخارج، فتكون بالكورتكس،
تكون بالكورتكس، بينما بالسبينال كورد بالعكس التجمع الأجسام الخلايا يكون للداخل، فاللون العميق يكون بالسنتر، يكون على شكل حرف H بالسنتر، بالبرين يكون للخارج فيعمل لي الكورتكس. الفايبر أو الأكسن اللي راح تمتد من الخلية من النيورون عادة يكون لونه فاتح، ليش؟ لأنه معظمها تكون مايلينيتد فايبرز. هذه المايلينيتد تاخذ اللون الكشف، أول شيء ما بيها أورغانيل، وثاني شيء الفاتش وأيضا تنطي اللون الفاتح، ولهذا مناطق تجمعها راح تكون فاتحة ونسميها الوايت ماترز. تجمع هذه طبعا بالجري ماترز وبالواي ماترز بالإضافة إلى يعني الأجزاء النيورون راح نلاحظ أنه موجود السبورتينج سيل سواء كان بالجري أو بالوايت ماتر، بالإضافة إلى البلود فيزلز مع اختلاف الكمية. أو طبعا الجري ماتر عادة تكون مور أكتف ذان وايت ماتر، ولهذا يكون البلود سبلاي مال أكثر من الوايت ماترز. فمثل ما ذكرتوا أن الوايت ماتر هي عبارة عن تجمع من الأكسنز اللي هو اللي يكون عادة مايلينيتد أكسنز إمبيدد إن ذا نيوروغليال سيل، خاصة الأوليغو دينتروسايت اللي ريسبونسبل فور برودكشن أوف مايلين فايبر أوف مايلين شيث أراوند ذا نيرف. ولهذا يكون لونه فاتح. بالبرين تكون بالسنتر، بينما بالسباينال كورد تكون بالبريفرال. فإذا عندنا بالبرين الترتيب مال الجري والوايت ماتر بالضبط عكس السباينال كورد. أنا من أقول برين يعني أقصد السيريبروم والسيريبيلم. السيريبروم والسيريبيلم اثنين يكون الترتيب مالهم نفس the same thing، الجري ماتر outside والوايت ماتر to the inner side، بينما السباينال كورد الجري ماترز إلى الانر سايد والوايت ماترز تكون اوت سايد. وعرفنا اشنو يعني جراي ماتر واشكو بينه، والوايت ماتر اشنو تركيبه. زين، اذا وجدت السيل بادي اوت سايد ذا بادي، اوت سايد ذا سي ان اس، اوت سايد ذا سي ان اس اسميها كانجليا. مثلا عندنا سنسوري كانجليا اللي راح يعمل بيها ساينابس السنسوري نيرف قبل ما يدخل الى السباينال كورد، راح يعمل ريل ساينابس بالسنسوري كانجليا اللي تحتوي على النيرف سيل او البادي اوف ذا سنسوري نيرف، يعني يوني بولار نيورون. ايضا إذا وجدت السيل بادي بالوايت ماتر داخل السي ان اس، هذه نسميها نيوكلياي. طبعا مرات تسميات خاطئة يسموهم أيضا كانجليا، لكن هي الأصح أنه تسمى نيوكلياي. إذا كانت موجودة داخل السي ان اس بالوايت ماتر تجمعات من أجسام النيورون سيل نسميها النيوكلياي، لكن إذا كانت موجودة خارج CNS نسميها كانجليا. لاحظوا هذا السباينال كورد، لاحظون أنه هذه الجري ماتر تأخذ مثل البيترفلاي أو شكل حرف الH وتكون بالسنتر، بينما الوايت ماتر اللي تتكون عبارة عن النيرف فايبرز أو الأكسون of the nerve myelinated، معظمه يكون myelinated سواء كان ascending أو descending، هو يكون بالبريفيرال. ذكرنا أنه بالإضافة إلى النيرف سيل موجود عندنا supporting cell، لأن CNS ما بينه أو النيرفوس سيستم ما بينه connective tissue، بينه فقط supporting cell نسميها neuroglial cell. neuroglial cell
أو نسميها الجيليا، الجيليال سيل. أنواع متعددة هي يعني more or less the same shape of the neuron، لكن بالوظيفة تختلف. هذه تساعد النيورون during the function of nervous system. The most important one هو الأستروسايت. الأستروسايت هذا شكله مثل ما تلاحظون تشبه النجمي، stellate shape، عنده many cytoplasmic process، في عادة يكون يعني irregular وتكون short cytoplasmic process، يعني ما بيها long axon مثل النيرفوس سيل، عادة تكون البروسيس مالتها كلها the same length. النيوكليوس مالتها تكون more or less oval or irregular. طبعا عندنا نوعين من الأستروسايت، الفايبروس اللي موجودي، الفايبروس أستروسايت موجودي بالوايت ماترز، والبروتوبلازميك أستروسايت found بالجري ماتر. الفانكشن اوف أستروسايت أهم فانكشن أنه supporting يعني ميتابوليك تشينج، الانرجي، الكيميكال كنترول، كيميكال انفايرومنت. و the most important function of the astrocyte أنه هي تعتبر جزء من ال blood brain barrier which prevent the diffusion of substance between the blood and the nerve cell. فإذا هذه ال process مالتها تتشابك مع بعضها وتعتبر هي جزء من البارير، يعني ما البارير كله وإنما جزء راح نتكلم عنه، جزء من البارير البلود برين بارير اللي يمنع انتقال التوكسيك سبستانس من البلود إلى البرين. النوع الثاني من الجليال سيل هي الأوليغودينتروسايت. من اسمه أوليغودينتروسايت معناته البروسيس مالته تكون كلش قليلة. طبعا هذه بالبرين نسميها أوليغودينتروسايت، بالسبينال كورد موجود شوان سيل. هذه responsible for production of myelin around the myelin sheath around the axons. ومثل ما تلاحظون أنه هي عندها round cell with round nucleus و have short cytoplasmic process. موجودة عادة على طول الأكسون ووظيفته الأوليغودينترولايز production of myelin sheath which is a lipid rich substance. زين، واللي يغلف النيرف فايبرز. النوع الثالث اللي هو هذا المايكروجليال سيل. هذا المايكروجليال سيل هي عبارة عن تعوض عن الماكروفيج بالكونكتيف تيشو، فهي تشتغل أو وظيفتها هي عبارة عن كماكروفيج forming the immune cell of the CNS for engulf any foreign particles. Last one هي الإبندايمال سيل. هذه الإبندايمال سيل ذكرناها بمحاضراتنا للنيورو أناتومي بالفينتريكل، ذكرنا الفينتريكل وذكرنا التيلاكورويدا، ذكرنا أنه هي لايننج باي إبندايمال سيل. تلاحظون أنه الإبندايمال سيل يختلف شكلها عن بقية الجليال سيل. كل الجليال سيل عنده سايتوبلازميك بروسيس وتشبه الخلية العصبية، لكن الإبندايمال سيل عادة تكون كوبويدال أو لوكوليومنار سيل، عنده ماني سايتوبلازما، عنده ماني سيليا، وأيضا عنده مايكرو فيلاي on the luminal surface. وظيفتها أنه هي تعمل لايننج للفينتريكل أوف برين أو للسنترال كانال بالنسبة للسباينال كورد، وأيضا تعمل لايننج للتيلاكورويدا وتساعد في إفراز الـ CSF في الـ production، وعادة تكون يعني contact مع الـ CSF facilitate the movement of CSF through their cilia.
بالحركة مال السيليا مالتها تدفع السي اس اف فتمنع الاستاجنيشن اوف ذا سي اس اف. هذه انواع الجليال سيل او النيوروجليال سيل. فاذا عندنا الاستروسايت اللي هي السبورتنج سيل، وعندنا الاوليغودينتروسايت بالبرين، وعندنا الشوان سيل بالسباينال كورد، وعندنا المايكروجليال والابندايمال سيل. ذكرنا كل وحده وشكلها ووظيفتها. الجزء الثالث من النيرفس سيستم، احنا قلنا النيرفس سيستم يتكون من النيورون والسبورتنج سيل والنيرف فايبر. النيرف فايبر هي الاكسون، اللونج اكسون، لونج اكسون اوف ذا نيرف سيل. هذه الاكسون تتجمع مع بعضها فتعمل النيرف اللي شفتوه انتم موجود بال يعني الراديال والالنر هاي كلها النيرفات هي عباره عن الاكسونز اوف تجمعات مال النيرف فايبر اوف ديفرنت سيل تتجمع مع بعضها وتنحط بالكونكتيف تيشو وتعمل النيرف البريفيرال نيرف، او انه تتجمع هذه الاكسونز مع بعضها وتعمل تكون على شكل بندل او تراكت. هذه البندل او تراكت النقل بالوايت ماتر اما تكون اسندنج صاعده الى البرين من السبينال كورد الى البرين، او تكون نازله نسميها ديسندنج تراكت اللي هي عاده تكون موتور. الاسندنج عاده تكون سنسوري لان تصعد توصل الستيمولاي الى البرين ومن السبينال كورد الى البرين، والديسندنج هي تنزل الاكشن فنسميها عادة تكون موتور، والديسندينج تنزل من البرين إلى السبينال كورد، فإما تكون أسندينج أو ديسندينج تراكت. هاي إذا كانت موجودة بالوايت ماتر. إذا كانت موجودة نيرف فايبر بالبريفيرال نيرفس هي عبارة عن النيرف اللي شفناها واللي يعني أختمها أنتم في مواقع مختلفة. التركيب الرابع من النيرفوس سيستم قلنا هي الاكسترا او الاكسسوري ستراكشر اللي يشمل المينينجز، البلاد سبلاي، الكورويدال بلاكسس والسي اس اف. المينينجز البرين والسبينال كورد سراوندد باي الثري لاير اوف ميمبرين اللي هي المينينجز. الأوتر وان هي الديورا ماترز، الميدل هي الأركنويد، والإنر وان which is surround the brain اللي هي البياماترز. الديورا ماتر بالنسبة للكرانيال بارت يعني بالبرين تتكون من two layer اللي تحت السكال اللي هي البريوستيال أو الإندوستيال layer، واللي تحتها هي المينينجيال layer. وذكرنا أنه بيناتهم هو الفينوس ساينس والمينينجيال لير راح تعمل الفولت الفورز فولت اللي هي الفالكس سيريبري وسيريبيلي والتينتوريال والدايفراغماسيلا. بالنسبة للديورا ماتر بالنسبة للسباينال كورد تختلف. السباينال كورد ما بينه الاندوستيال لير يعني تقف الامتداد بالفورامين ماغنم تنتهي إلى هوني، واللي يمتد إلى يغلف السباينال كورد هو فقط السباينال، فقط عندنا المينينجيال لير. المينينجيال لير تستمر على طول أو تغلف السباينال كورد. فإذا عندنا الديورا ماترز بالنسبة للبرين تتكون من 2 لاير، بالنسبة للسبينال كورد 1 لاير only meningeal لأن البريوستيوم أو الاندوستيال تنتهي بالفورامين ماغنم. بين البون أو بين الفيرتيبرا الكوليومين من الداخل
نسمينه الإبيديورال سبيس. هذا الإبيديورال سبيس يحتوي على عدة يعني سبستانس أو يكون مملوء بالأريولار تيشو زي كمادة حافظة، وبها هذه بالأريولار تيشو موجود الانترنال فيرتيبرال فينوس أبلاكسس. بالإضافة إلى ذلك أنه بال عندنا المننج الديورا ماتر بالسباينال كورد راح تتصل بسنان تشبه سنان المشط، سميها دينتيكيوليت ليجامنت، تربط الديورا ماتر وتربط السباينال يعني تربطها بالفيرتيبرال كوليوم، تربطها بالبريوستيوم اوف ذا فيرتيبري. هذه الدينتيكيوليت ليجامنت تنشا من البايوماترز، البايوماترز تنطي هذه البروسيس تخترق الديورا ماتر وتخرج الى البريوسيوم وتربط تعمل هذه يعني هذه تنطي سترينثن وستيبيليتي للسباينال كورد حتى حركته تكون محدده. احنا ذكرنا انه البرين موجود الفولد مال المينينجيال، هذه تحدد الموفمنت اوف ذا بارت اوف ذا برين، حتى اذا صار صدن موفمنت اوف برين لا يصير دامج لل. بالنسبه للسباينال كورد ما عندنا هذه الفولد، بس اشكو موجود البايوماترز تنطي هذه الـ مثل الليجامنت هو او مثل الفولد، تخترق الديورا ماتر وترتبط بالبريوستيوم اوف ذا بون، فايش تعمل؟ تمسك السباينال كورد بمكانه، تحدد حركته حتى اذا صارت رجه مفاجئه وحركه مفاجئه السباينال كورد ما يصيب له انجري نتيجه السادن موفمنت او السادن السادن موفمنت اوف ذا سباينال كورد towards the vertebral columen. زين عندنا السكند لاير اوف ذا بالنسبه للديورا ماتر، الديورا ماتر سواء كانت منينجيال او بريوستيال إذا فحصناها تحت الميكروسكوب نلاحظ أنه هي عبارة عن فايبروكولاجينوس من thick collagen fiber، وتتغطى من السطح الخارجي والداخلي بإبيثيليال سيل، simple squamous epithelial cell cover from both sides by epithelial cell. الأراكنويد، الأراكنويد هي less thicker and less strong transparent part أو transparent membrane اللي هي middle part، تتكون من fine collagen fiber يعني السمك مالته الذخر مالته يكون أقل من الجورا ماترز، أيضا بها collagen لكن بها elastic fiber أيضا، والكولاجين يكون من النوع fine collagen fibers، وايضا السيرفيس مالته يتغطى بالابيثيليال سيل سكوامس ابيثيليال سيل. لاحظوا من الاركنويد، من الاركنويد هذه التو لاير مال الديورا، تحت الاركنويد بين الاركنويد وهاي البايوماترز هذا السبيس نسمينه السب ديورال سبيس، سب أراكنويد سبيس اللي ذكرنا أنه يحتوي على سي اس اف، واللي يحتوي على ستراند لايك ستراكتور، ولهذا أنه هي اسم العنكبوتية، هذه ثوت كونكشن بين الأراكنويد وبين البايوماترز. بالإضافة إلى ذلك أنه من الأراكنويد أيضا ذكرت لكم هي بالنيورو أنه يطلع فد finger like projection تطلع من الأركنويد وتخترق الديورا ماتر في مناطق الفينوس ساينس، وهذه تعمل for drainage of CSF or for absorption of the CSF خاصة بالsuperior sagittal sinus.
الطبقة الأخيرة هي البايوماتر. البايوماتر هي الموست انر لاير اوف ذا مينينجز، اللي هي كفر ذا سيرفيس اوف ذا برين، لكن ما تكون ان كونتاكت مع النيرفس سيل. اكيد اكو فقد يعني سيبريشن بتوين ات اند ذا نيرف سيل اللي تحته، واللي هي هذا السيبريشن هو عباره عن البروسيس مال النيوروغليال سيل ونسمينه الجليال ليميتد. الجليال ليميتد، فهذه البروسيس تعمل مثل البارير، الفيزيكال بارير بتوين ذا سي ان اس، و يعني تعزل السي ان اس من السي اس اف اللي موجود فوق البايوماترز. زين، البايوماتر مثل ما ذكرنا هي فاسكولار لاير، وايضا تتكون من فيري ثين كونكتيف تيشو كفرد باي فروم تو سايد بالسكواموس سيل اوف ميزينكايمال اوريجينز. طبعا كل البلود فيزلز تمر بالسب اركنويد سبيس، يعني تدخل بالسب اركنويد قبل ما تدخل الى السبستانس اوف برين. من تدخل الى البرين الى السبستانس اوف برين فور شور ديستانس راح تعمل فقد سليف البايوماتر، تعمل سليف حول البلود فيزلز فكبروتكشن للبلود فيزلز. من تدخل البلود فيزلز الى السبستانس اوف برين راح تفقد هذه البايوماتر ويعني تتحول الى كابيلاري. بالإضافة إلى هذا بالبرين أيضا تنطي القنة التيلا كورويدا. التيلا كورويدا هي عبارة عن فولد من البايوماتر بالفنتريكل أوف برين لايننج باي إبندايمال سيل، وبالكور مالتها ريشلي سبلايد باي بلاد فيزلز. كل الستراكتشر راح يعمل لنا كورويدال بلاكسس which is responsible for production or synthesis of CSF in the ventricle. بالسباينال كورد راح تنطيني الدنتيكولات ليجامنت اللي ذكرناه، واللي هو قلنا عبارة عن فقد امتداد من البايوماترز إلى البريوسيوم حتى يعمل stabilization of the spinal cord during the sudden movement. فهذه رجاء الديريفيتيف مال البايوماترز بالبرين وبالسباينال كورد المفروض تعفوها. عندنا فتشي بالبرين نسمينه البلود برين بارير. البرين مثل ما ذكرنا انه هو الموست كريتيكال اورجان، موست امبورتنت اورجان، كل الجسم وكل الاورجان تعتمد على الاكتيفيتي اوف برين، ولهذا يعني بينه فقد يعني أول شيء أنه هو محاط ببون بمنينجز حتى يمنع sudden movement of brain sudden trauma to the brain. بينه داخله CSF حتى يمنع أو يعتبر كcaution إضافي يمنع sudden trauma to brain. In addition to that بينه فقد بارير يمنع انتقال اي كيميكال او توكسيك ماتيريال توكسيك سبستانس فروم بلاد تو نيرفس تيشو. هذه البارير هي البلاد برين بارير بين البلاد فيزلز اللي موجوده بالبرين وبين النيرف سيل اللي يتكون البرين. البلاد برين بارير ايش مكوناته؟ اول شيء الاندوثيليال سيل اوف ذا كابيلاري. هذه الاندوثيليال سيل عادة تكون من النوع الكونتينيوس، يعني نحن ما نلقي بنستريتد ولا سينوسويدال كابيلاري بالبرين. كل الكابيلاري اللي موجودة بالبرين تكون من النوع الكونتينيوس اندوثيليال، يعني الخلايا مالتها واحدة in contact with the other. The one in contact with other. بيناتهم occluded junction، يعني بين فقد ارتباط كلش قوي حتى يمنع انتقال المواد، يعني يعمل سيليكشن للمواد.
فإذا عندنا second layer second layer of the barrier هو الأوكلودد جنكشن اللي موجود بين الإندوثيليال سيل. والطبقة الثالثة من البارير هو البروسيس اوف أستروسايد اللي هي النيوروغليال سيل. هذه انفلوب ذا كابيلاري والبروسيس مالتها اتاش تو ايتش اذر فتعمل مثل الشبكة هذه. وعادة هذه الشبكة تكون تمتاز انه هي لو بيرميابيليتي، ما تسمح بمرور الكيميكال سبستانت بكتيريا، فتعمل سيليكشن لهذه المواد. فهذا الكونتنت او الستركتشر اوف ذا بلاد برين بارير. ذكرنا ايضا من الاكسسوري ستركتشر اللي موجوده بالنيرف سيستم هو الكورويدال بلاكسس، ذكرناها من ضمن الكلام بس راح نرجع نعيدها بشكل سريع. اللوكيشن مالتها عاده وين تتوقعون الكورويدال بلاكسس؟ طلاب احد يجاوبني؟ الو نمتم؟ لا دكتوره موجودين. ايه وين صب موجودي الكورويدال بلاكسس؟ كل البرين؟ احد يعرف يا طلاب؟ والله انا ذكرتوها بالنيورو اناتومي وذكرتوها هسه قبل شويه بال من عاد اشرح لكم التكوين التيلا كورويدا. زين اشنو وظيفه الكورويدال بلاكسس؟ شوفوا طلاب دكتورة بالبرين فينتريكلز؟ عافية، بالبرين فينتريكل موجودي فقط بالفينتريكل. وأشنو الفينتريكل؟ تعرف شنو الفينتريكل؟ أشنو الفينتريكل؟ بالعربي قل لي. دكتورة عفوا فصوص الدماغ الفص؟ لا الفص معناته تقصد كله السيريبرال هيمسفير. دكتورة التجاويف اللي تحتوي الـ CSF؟ عافية، تجاويف هو عبارة مثل الحفر موجودة داخل البرين مثل الحفر. وإن شاء الله بالعملية راح أشوفكم هي. تشوفون البرين داخل السيريبرال هيمسفير بين السيريبيلم وبين البونس وميدولا أوبلينجاتا موجود تجويف أو حفرة. هذه الحفرة مملوءة بالـ CSF بيها فقط فلويد، يعني مثل حفرة ماي، حفرة فلويد بيها. زين هذه الحفر موجودة داخل البرين، أول شيء حتى الوزن مال البرين، وثاني شيء تعتبر ككوشن وكيميكال، يعني هي تعمل هوموستيسيس. أيضا السي اس اف يحافظ على الهيموستيسيس اوف ذا برين. فإذا عندنا هذه الكورويدا بلاكسس هي موجودة فقط بالفنتريكل. ليش؟ لأنه وظيفتها أشني؟ وظيفتها إنتاج السي اس اف. زين لو أخذناها من ناحية الميكروسكوب نلاحظ أنه أشنو هي، من إيش تتكون؟ هي عبارة عن فولد من البايوماترز، مثل الطية من البايوماترز تدخل بالفنتريكل. هذه الطية نحن ذكرنا أنه كل الفنتريكل يغلفوا أو يبطنوا من الداخل خلايا نسميها الإبندايمال سيل. هذه الإبندايمال سيل هي نوع من النيوروغيليا أو الجليال سيل اللي ذكرتوها، موجودة فقط بالفنتريكل، تبطن الفنتريكل وتبطن أيضا السنترال كانال مال السبينال كورد. فما تدخل هذه البايوماترز بالفنتريكل تصير على شكل طيات، من تدخل إلى الفنتريكل يبطنها من الداخل الإبندايمال سيل. فهذه التركيب يعني البايوماتر مع الإبندايما نسميها تيلا كورويدا. من يدخل ببطن كابيلاري او بلاد فيزلز كل التركيب نسمينه كورويدال بلاكسس. مفهومي؟ مفهومي لو لا؟ تمام دكتور. تمام زين، هذه الكورويدال بلاكسس وظيفتها الاساسيه او وظيفتها الوحيده هي الالابوريشن او السينثيسيس اوف ذا سي اس اف اللي يملي الفنتريكل ويملي الصب أركنويد سبيس. أوكي؟ زين
الجزء الأخير اللي ذكرناه هو من أيضا من ضمن الكونتنت مال النيرفوس سيستم هو السي اس اف سيريبرو سباينال فلويد، واختصاره عادة دائما ما حد يقول سيريبرو سباينال، دائما تشوفون على الاختصار نقول سي اس اف سيريبرو سباينال فلويد. هذا الفلويد وين موجود؟ موجود بالبرين، موجود بالسباينال كورد، موجود داخل الفنتريكل اوف ذا برين، موجود داخل السنترال كانال اللي موجودة بالسباينال كورد، وموجود بالسب أركنويد سبيس. هاي مكانات وجوده. أشنو هو هذا الفلويد؟ هو عبارة عن كلير كالرليس فلويد. يعني إذا تلاحظون واحد إذا أتم مريض أو مريت مرة على المستشفى وشفتم مرات هذول اللي يشكون عندهم منينجايتيز أو اللي عندهم التهاب بالمنينجز، أش يأخذون؟ يأخذون شوية من السي اس اف، يقول لك ده عمل له فحص من ظهره، واللي عالم دائما تتخوف منه يقول لك راح يعمل شلل وما أعرف إيش راح يعمل وأشون ويسحبوا له ماي، هو كل شيء مجرد أنه راح يأخذ عينة من السي اس اف زين، بس دي يفحصها يرشع أكو التهاب ولا لا زين. فإذا أنت اللي من تشوف إن شاء الله من راح تصيرون مقيمين وتعملون هذا الفحص وإن شاء الله تتذكروني ما تنسوني وتسحبون السي اس اف، تلاحظون انه مثل الماي كلرليس ما بينه اي لون الا اذا كان يعني طخيت مشي وصار بلدي، هذاك الوقت راح يطلع معينه بلد، بس هذا البلد ما معانه، البلد هذا انت بنتيجه انجري عملتها. هو المفروض يكون كلير. اهم مكونات بينه اذا نعمل له اناليسز نلاحظ انه هو بروتين جلوكوز لنفوسايت. احنا بالانفكشن عادة بالمنينجايتز نعمل تحليل لهذه المواد، نشوف ايش قد بينه لنفوسايت، من ترتفع اللنفوسايت معناته هذا منينجايتز، معناته عنده انفكشن، معناته لازم ياخذ على السريع رابد انتيبايوتيك وهيفي دوز. الفوليوم مالته 150 مل، طبعا هذا ثابت، اي زيادة او نقصان يأثر على الفانكشن اوف برين. يعني اذا صار زياده، اذا صار مثلا انسداد باي فينتريكل، او المريض صار عنده مثلا هو الفينتريكل وحده توصل للخ، يعني وحده مفتوحه لا مع اللخ، ماك الفينتريكل بوحده، هاي مثل القنوات وحده موصوله مع اللخ، اذا انسد هذا الاتصال بين الفينتريكل راح ينحصر السي اس اف في فينتريكل معين. فتخشعون هذول جماعة المرات يجي الطفل هو congenital anomaly، من يجي من بطن أمه عنده انسداد بوحدة من الفنتريكل أو عادة ضيق بالconnection between the ventricle، فيجي عنده غاز كبير كثير يسمونه hydrocephalus، فهذا نتيجة أنه أكو فقد سوء توزيع أو سوء درينج، معناته عنده زيادة بالسي اس اف. فإيش يعملوا له؟ يعملوا له شنط، يقومون يحطوا له مثل الصوندة أو يخلوها من الفينتريكل إلى السيركوليشن، فهذه تعمل درينج للسي اس اف حتى لا يزيد كميته. المهم نرجع لموضوعنا أنه هذا السي اس اف ذكرنا أنه الكونتنت مالته هو بروتين جلوكوز لنفوسايت، الفوليوم 150 مل، المكان مالته هو بالفنتريكل بالبرين وبالسنترال كانال وبالسب أركنويد سبيس، وأيضا يملي البيري فاسكولار سبيس اللي ذكرناها أنه البياماتر تحيطه فور شورت ديستنس. أهم وظيفة اللي هو أنه بروتكت the brain والسباينال كورد against any trauma، فتعتبر كاكوشن to prevent the sudden trauma زين. ايضا الدرينج مالته التكوين مالته راح يكون بالكورويدال بلكسس، والدرينج مالته يكون بالاركنويد فيلاي او الاركنويد جرانوليشن اللي تكلمنا عنها واللي عاده موجوده بالسوبيريور ساجيتال فينوس ساينس. والفانكشن مالته هاي مثل ما ذكرنا انه هو against physical trauma, physical injury, انه provide hemostasis و provide optimal chemical environment for neuronal function. زين هسه تاخذوا لكم استراحة فإلى 11 إلى 12 إلى 3 راح نبدي المحاضرة الثانية مال الهيستولوجي.
خذوا لكم استراحة، ريحوا شوية، وكلوا شوية رجاء لا تصيغون هايبوكلايسيميا، شوية أكتف. زين عيني، نرجع لكم بعد الاستراحة. بلش بالمحاضرة الثانية. راح ناخذ أول جزء، هاي الـ الأشياء اللي ذكرناها، اللي هي النيورون، الجليال سيل، الأكسسوري بارت، النيرف فايبر، هاي الأجزاء الرئيسية الموجودة بكل النيرف سيستم، أقصد يعني بالسنترال نيرف سيستم، سواء كان برين أو سباينال كورد. بس راح ناخذ أول، مفروض أنا أبدي بالبرين، بس أنا شفته أنه أخذ السبانال كورد أسهل، وبعدين نأخذ البرين السيريبروم والسيريبيلوم إن شاء الله محاضرة جاية. السبانال كورد أنه هو طبعا امتداد من البرين، هو نهاية الميدولا أوبلينجاتا اللي هو جزء من الهند برين، تمتد ويعمل لنا السباينال كورد. السباينال كورد هو سيلندريكال ستراكتشر او سيلندريكال ماس اوف ذا نيرفوس تيشو اوكيوباي ذا فيرتيبرال كوليومن، لكن ما يكون يملي الفيرتيبرال كوليومن بكامله، على الرغم من انه السباينال كورد مقسم نفس تقسيمات الفيرتيبرال كوليومن، يعني بينه السيرفايكال سيجمنت، لاحظون 7 سيرفايكال سيجمنت، 12 ثوراسيك سيجمنت، 5 لمبر، 5 ساكرال، 5 كوكسيجيال. لكن مع هذا نلاحظ انه هو فقط ينتهي بالابر بوردر اوف ذا L2، يعني ما يكمل الى نهايه الفيرتيبرال كوليومن. لا، ليش هذا؟ لأنه بالأطوار الجنينية يكون النمو مال البون أسرع من النمو مال النيرفوس تيشو، ولهذا يكون السباينال كورد عادة أقصر، يعني هو بالبداية أول ما يتكون الجنين يكون السباينال كورد يملي الفيرتيبرال كوليومن، ولهذا يأخذ نفس التقسيمات. من يتطور نمو الجنين الفيرتيبرال كوليومن ينمو بشكل أسرع من السباينال كورد، فالسباينال كورد تبقى التقسيمات لكن طوله يصير أقصر، فينتهي باللمبر 2 L2 بالأدلت. بالنسبة للتشيلدرن والإنفانت يمتد إلى L3، ولهذا واحد يعمل حساب من يجي يسحب CSF من مريض دائما ينزل جوا هذا المستوى، يعني جوا L2 ياخذ من L4 between L4 or 5 حتى يكون بعيد عن السباينال كورد، حتى ما يعمل انجوري للسباينال كورد. النهايه مع السباينال كورد تكون راوندد مور اور ليس كونيكال او راوندد شيب، نسميها الكونوس ميدولاريس. الكونوس ميدولاريس لاحظون ينتهي بالL2. زين هسه تسألوني لكن أشون البقية، يعني هسه توصل بالL2 لكن أشون راح تطلع الساكرال نيرف الكوكسيجيال نيرف، هذه هي تطلع من نفس السيجمنت، يعني يعني L2 L3 L4 L5 S1 S2 كلها عندها، كل سيجمنت من السباينال كورد تنطي 2 سباينال نيرف، يعني pairs of the spinal nerve يطلع من الجهتين. بالنسبة للجزء العلوي يطلع من نفس الفتحات مع الفقرات، إيش قد ينزل إلى الأسفل لأنه قلنا الطول مالته أقل من الفيرتيبرا، فإذا راح يبدي يعمل أنجوليشن إلى الأسفل، تنزل مثلا الساكرال تنزل من النهاية، مثلا من نهاية الاسبينال كورد تطلع من الساكرال ريجين، L5 تنزل إلى أن تطلع من L5 وهكذا، يعني هي الفايبرات تنزل من نفس from the same segment وتطلع من intervertebral corresponding intervertebral foramen. زين، فيصير angulation، فتصير أشنو؟ ينتهي هو بكونس ميدولاريس
وتنزل الفايبر تصير مثل ذيل الحصان حول الإلونجيشن أدنى البيوماترس اللي يغلف السباينال كورد، ما راح ينتهي بالكونس ميدولاريس، يمتد إلى الكوكسيجيال، يعني يرتبط. هذا أيضا واحدة من طرق الستابيليتي of the spinal cord حتى يمنع الربد movement of the spinal cord. فالبيوماتر تمتد، تنتهي يعني ما تنتهي عند السباينال كورد، وإنما تمتد إلى أن تصل إلى الكوكسيجيال، آخر فقرة من اللي هي الكوكسيجيال فيرتيبرا، وتعمل اتاتشمنت. هاي الامتداد مال البايوماتر نسميها فايلم تيرميناليز. امتداد النيرف روت او السباينال نيرف اللي تطلع من نهايه اللور سيجمنت راح تنزل قلنا الى داخل الى الاسفل، تعمل انجوليشن الى الكورسبوندينج انترفيرتيبرال فورامين. فهذه تصير مثل ذيل الحصان ونسميها الكودك واينا. كودك واينا زين. السباينال كورد مثل ما ذكرنا مثل يشبه البرين، انه ايضا تحيطه الثري لاير اوف مننجس، لكن الفرق هوني انه الديورا ماتر تتكون من ون لاير واللي هي المننجيال لاير فقط، وتربطها بالفيرتيبرال كوليومين الدينتيكولات ليجامنت اللي هو يشتق من البياماترس والاركنويد، وعندنا البياماترس موجودة نفس السباينال نفس البرين. السباينال كورد ايضا يتقسم الى عده مناطق مثل ما ذكرنا، سيرفايكال ثوراسيك لمبر ساكرال كوكسيجيال، كل ويكون سيجمنتد، يعني عنده 8 سيجمنت من السيرفايكال، 12 سيجمنت ثوراسيك، 5 لمبر، 5 ساكرال، 5 كوكسيجيال. لكن هذه السيجمنت ما تكون مثل الفيرتيبرا يعني واضحه سيجمنتيشن، لا، السباينال كورد يجي كماس وحدي، يعني ما ممكن أن نقول هذه يعني أكو حدود بين السيرفايكال والثوراسيك أو يعني قطعة عن قطعة بالسيرفايكال، لا، هو قطعة وحدي، لكن هو أيضا يعني سيجمنتد يكون، لكن هذا سيجمنتيشن غير واضح. الترانسفير سيكشن لو أخذنا سيكشن بالسباينال كورد بكل الاسباين بأي سيجمنت من الاسباينال كورد، سواء كانت سيرفايكال ثوراسيك لمبر ساكرال أي وحدة، نلاحظ أنه التركيب العام ما لا يكون the same، أنه مثل برين بيها gray matter وبيها white matter. الgray matter هو عبارة عن body of the neuron، والwhite matter هو عبارة عن النيرف الأكسونز of the nerve اللي هي تتجمع على شكل بندل، إما تكون ascending أو descending، تكون لونه فاتح. الgray matter يكون لونه غامق. بالspinal cord راح تكون الgray matter، أو نلاحظ أنه لو أخذنا وقطعنا الspinal cord وأخذنا شفنا الgross section مالته، نلاحظ أنه الgray matter occupied the central area أو central region، ويأخذ حرف شكل حرف H أو butterfly. تلاحظون هذا ال white matters ال gray matter العفو. نلاحظ أنه هذا بينه استطالتين، هذه ال anterior part وهذه ال dorsal أو ال posterior part مال ال segment. زين، نلاحظ بينه استطالتين من ال anterior part ومن ال posterior part. زين، الانتيريور بارت عاده هذه حرف الايدج، الاستطاله مال حرف الايدج هذه اللي بالانتيريور بارت عاده تكون موتور اريا، يعني بيها النيورون اوف ذا موتور نيورون اوكيوبايد باي موتور نيورون. زين، فاذا الاكسن من هون اللي يطلع شنو يكون موتور، من اللي الخلف او الدورزل تكون النيورون of the sensory.
هذه تكون سمولر، لأن إحنا ذكرنا أن الموتور نيورون عادة يكون مالتي بولار ويكون لارج نيورون، بينما السنسوري نيورون يكون سمولر. ولهذا هذه الخلف نسميها الدورزال هورن، وهي تحتوي على السيل بودي أوف سنسوري نيورون. الأمام نسميها فينترال أو أنتيريال هورن، الخلف نسميها posterior أو dorsal horn. إذا اتفقنا أنه الأنتيريور هورن هو عبارة عن موتور، والposterior هورن عبارة عن نيورون، فإذا عن sensory نيورون. زين، فإذا الspinal nerve الأكسن مالته يطلع من الموتور ومن السنسوري، يتحدون ويعملوا لي السباينال نيرف. فإذا السباينال نيرف هو ميكس نيرف، بينما الروت يكون بيور، أكو موتور وأكو سينسوري، لكن اثنين يتحدون ويعملوا لي السباينال نيرف. السباينال نيرف يكون ميكس نيرف، اللي هو يحتوي على الموتور ويحتوي على السينسوري. زين، فإذا انتهى. هذه بالنسبة للجراي ماتر، بيها أنتيريور هورن بيها بوستيريور هورن. اتفقنا أنه الأنتيريور موتور والبوستيريور هو سنسوري. In addition to that، بال some segment خاصة بالثوراسيك، باللمبر وبالأبر ساجرال، عندنا السمباثيك والباراسمباثيك out of flow. فالنيورون of the pre-canglionic neuron occupied the lateral horn. إيهوني بهذه بالجوانب مال الـ H shape بالثوراسيك. أنا أشو نعرف هاي القطعة ثوراسيك مثلا، ما أقول عليها مثلا cervical. من أشوف أنه بالـ lateral side أيضا أكو another horn، أو يعني أنا مثل استعراض يكون بالـ lateral part، أعرف أنه هذه المنطقة إما هي إما ثوراسيك أو هي لمبر أو ساكرال، وإحنا عارف شلون نفرق بعدين بيناتهم. فإذا أنا أفرق بين السيرفايكل وبين الثوراسيك بوجود هذه اللاتيرال هورن. من أشوف اللاتيرال هورن خلاص، هاي يا ثوراسيك يا لمبر يا ساكرال. زين، نرجع على الستركتشر مال السيجمنت. بعد إيش بيها؟ بها وايت ماتر. احنا اتفقنا انه كل السي ان اس بينه جراي ماتر بينه وايت ماتر. الوايت ماتر تلاحظون هو عباره عن بندل اوف ذا نيرف، بندل اوف نيرف فايبرز. هذه النيرف فايبل او البندل اما تكون اسندنج للبرين او تكون ديسندنج من البرين. فإذا هذه تكون يعني إما الأسندينج تكون سنسوري والديسندينج تكون موتور، فإما تكون أسندينج أو ديسندينج. المهم هي كلها عبارة عن بندل أوف نير فايبر، وطبعا نيوروغيليال سيل موجود. إحنا اتفقنا أنه بالجري وبالوايت ماتر بيها نيوروغيليال سيل. نلاحظ أنه لاحظوا أنه هذه المنطقة اللي هي الوايت ماتر بيها يحتوي على تو كوليومن، نسميها فاشيكيولاس غراسيليس. فاشيكيولاس يعني طلاب بندل، بندل فاشيكيولاس غرازيلي. هذه تلاحظون هذه وايت ماتر، هاي كلها نسميها دورزل، دورزل وايت ماتر. هاي الدورزال وايت ماتر بيها طبعا هو جزئين، كل سيجمنت بيها جزئين، كل جزء منها تشوفون انه هذا الوايت ماتر الترينجولر اللي محصور بين التو هورن، بين التو دورزال هورن، بينه فاشيكيولاس غراسيليس يعني بندل نسميها هذه الميديال وهذه لاترال. شوفون هذه هم بيها ميديال ولاترال. الميديال هي الفاشيكيولاس غراسيليس كاريس the fibers from the lower limb،
واللاترالي هي فاشيكولوس كيونيتس، هذه الفاشيكولوس كيونيتس هي carry the fibers from the convey the fibers from the upper limb من ال upper limb. زين، فإذا هذه تنقل من ال upper limb وهذه تنقل من ال lower limb. sensory هذولي طبعا sensory ascending fiber ascending fiber fasciculus cuneatus fasciculus gracilis fasciculus cuneatus. زين، احنا عدنا بالسيرفايكال والى الابر هالف مال الثوراسيك، الابر لمب واللور لمب موجودين، لكن احنا من ننزل جوا الابر لمب طواح، فاذا ايش يبقى عندنا؟ يبقى فقط عندنا اللور لمب. معناته باللمبر بالساكرال انا ما راح اشوف هاي ال 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 الفاشيكولاس اثنين موجودين، راح اشوف فقط وحدي اللي هي الجراسيلس الفاشيكولاس جراسيلس اللي هي مال اللور، مال الابر انتهت يعني طلعت من فوق، فقط السيرفايكال والثوراسيك بيها. زين، فاذا بهذه انا ممكن هذه ايضا كفرق بين الثوراسيك وبين اللمبر والساكرال، ممكن انا افرق بينه. نجي على another thing موجود بكل الفيرتبرا اللي هو السنترال كانال. هذا السنترال كانال موجود بالكوميشر، لاحظوا هذا ال H shape موجود سنترال كوميشر، فقد رابط وسطي بين two hand of the edge shape. هذا الرابط نسمينه كوميشر، نص الكوميشر موجود فقد حفرة نسميها سنترال كانال. السنترال كانال هذه لمرور مملوءة بالسي اس اف، تشبه الفنتريكل اللي موجودة بالبرين. هذه السنترال كانال بالسيرفايكل تكون أقرب إلى الانتيريور بارت، أشقد ننزل إلى الأسفل يعني بالثوراسيك باللمبر إلى أن نصل إلى الساكرال، تتقدم إلى الخلف يعني من نصل إلى الساكرال راح تكون بالوسط بالضبط، راح تكون بالوسط. فإذا ها هوني بالنسبة للسيرفايكال ريجن راح تكون كلش قريبة من الانتيريور، من هذا الكوميشر، الانتيريور بارت اوف ذا كوميشر، تتقدم وين وي جو داون، فنصل إلى السيرفايكال تكون بنص الكوميشر بالمنتصف مال الكوميشر سنترال كوميشر. زين، الشيء الثالث اللي موجود بكل السيجمنت هو هذا الفيشر الموجود between the two sides، يكون بالانتيريور بارت يكون ديب، ولهذا نسمينه فيشر. زين، ديب فنترال ميديان فيشر، من الخلف يكون كلش خفيف غروف أو فاصل، لكن يكون خفيف على شكل خط فقط، فنسمينه دورزل ميديان سلكس، بينما هذا الأمامي يكون عميق، الفشر أو الغروف يكون عميق فنسمينه ميديان فشر، ولأنه من الأمام فنسمينه فنترال أو أنتيريور، هذا من الخلف نسمينه بوسيريال لأنه خفيف نسمينه سلقس، وما وصل إلى درجة الفشر، ما وصل إلى درجة أنه يكون حفرة، ومجرد خط فاصل بين الاثنين. زين، أيضا between two هذول الفاشيكولاس الجراسيليس والكيونيتس بيناتهم أكو دورزو لاترال سلقس، دورزو لاترال سلكس. فإذا نحن عندنا هذا الدورزو لاترال سلكس وين نشوفه؟ نشوفه بالسيرفايكال، نشوفه بالثورا بالأبر بارت أو اللي يعني السيجمنت الفوق بالثوراسيك، لكن بالجوة ما نشوفه لأن عندنا فقط وان فاشيكولاس، فقط مال اللور، الأبر انتهت. زين،
بالإضافة إلى ذلك أنه هذا السنترال الكنال إحنا أشقد راح تتقدم إلى وراء من يعني من تنزل السيجمنت إلى الأسفل تتقدم إلى الخلف. ذكرنا أنه بالساكرال راح تكون بالنص، ولهذا إذا نشوف أنه بالسيرفايكال يكون الفيشر أقصر من السلكس. من ننزل ثوراسيك لمبر ساكرال هذا الفيشر يطول، السلكس يقصر لأن السنترال كانال عاد تتقدم إلى الخلف، إلى أن نصل إلى آخر سيجمنت يكون الفيشر تقريبا مساوي بالطول إلى السلكس، فالسيجمنت كلها تكون على شكل كأنه مدورة، كأنه مدورة. زين أنتم تشوفون تجمعون هذه الأشياء اللي أذكرها حتى تعرفون تفرقون بين السيجمنت of the vertebra. هسا ذكرنا أول فرق قبل ما نرجع نعيدها، خلينا نكمل الفروقات وبعدين نرجع نعيدها حتى لا تتخربط عليكم. نلاحظ أنه باللمبر والسيرفايكل، أش عندنا باللمبر والسيرفايكل؟ عندنا البريكيال بلكسس وعندنا اللمبوساكرال بلكسس، تمام؟ اللي هي مال الأبر واللور لمب. فمعناته هذه الموتور إيريا راح تكون لارج بالسيرفايكال وباللمبر اريا، بينما تكون ثن بقيه بالثوراسك. لاحظوا هاي الفقره انا اقول عليها ثوراسك، ليش؟ لانه الجراي ماتر بيها يكون ما يكون ثخين، يعني ما يكون سمول، تكون لان هوني ما عندي بلكسز، هوني راح يطلع فقط النيرف سيبريتد نيرف، بينما بالسيرفايكال باللمبر تكون لارج لانه عندي البريكل بلكسس عندي اللمبر بلكسس. لاحظوا هذه السيجمنت تمثل لي الاربع مناطق اللي هي السيرفايكال ثوراسيك لمبر وهاي الساكرال. لاحظوا السيرفايكال، خلينا نبدأ من الجراي ماتر. تلاحظون أنه الجراي ماتر كلم الجراي ماتر H shape، زين كلم H وكلم سنترالي، ما تمام هاي منتهية منه. الوايت ماتر كلم بالبريفيرال، كلم بيهم سنترال كانال، تمام كلم بيهم ميديان فيشر وانتيريور ميديان فيشر وبوستيريور سلكس، صح؟ هذه جنرال. يجي أشون أفرق بين هذول السيجمنت. لاحظوا عندي هاي التو سيجمنت سيرفايكال وثوراسيك. ألاحظ أول شيء الجري ماترز، إحنا قلنا هاي الفينترال هورن أشبينو موتور إيريا. الموتور إيريا بالسيرفايكال نتيجة وجود البريكيال بلكسس تكون more large than the cervical. فتلاحظون بالثوراسيك تكون smaller than cervical. فبالسيرفايكال تكون أكبر، تكون أعرض، وتكون أعرض كل الأجزاء بالنسبة للسيرفايكال. زين الصفة الثانية وجود هذه اللاترال هورن. تلاحظون هوني أكو لاترال هورن مال السمباثيتك أوت فلو، هوني ما عندي لاترال هورن، هوني عندي أنتيريال بوستيريال فقط، هوني عندي أنتيريال بوستيريال ولاترال هورن، تمام؟ فإذا أنا أفرق بين هذول الاثنين عن هذا الطريق. زين شلون أفرق بين السيرفايكال واللمبر؟ عندي اثنين الجراي ماتر يكون واسع، اش ارجع السنترال كانال والفيشر. بالسيرفايكال الفيشر هوني يكون قصير والسلكس يكون طويل، باللمبر يكون الفيشر اطول بكثير من السيرفايكال.
والسلكس الدورزال سلكس يكون أقصر. ليش؟ لأن السنترال كانال هون راح تتوجه إلى الخلف، يعني تكون أبعد عن ال ال ال, 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 ال هذا الكوميشر الأنتيريور بارتنا الكوميشر، يعني راح تتجه نحو الوسط. هون كلش قريبة من نهاية الكوميشر، هون راح تبتعد، فيكون هذا الفشر أطول وهذا السلكس أقصر. بالإضافة إلى ذلك ممكن أن أشوف اللاترال هورن، لاحظوا لاترال هورن باللمبر، بينما بالسيرفايكل ما عندي لاترال هورن. إذا ما تقدم تميزون اللاترال هورن أرجع على الوايت ماتر. الوايت ماتر هوني أشوف أنه أكو تو كوليومن، تو كوليومن اللي هي الفاشيكولوس غراسيلس بالميديال وفاشيكولوس كيونيتس، هوني وحدي فقط. فالوايت ماتر هوني يكون أقل من الوايت ماتر بالسيرفايكل، السيرفايكل يكون أكثر، زين؟ لأن هوني ما الأبر ولور، هوني فقط اللور، أوكي؟ زين، أشون أفرق بين اللمبر والساكرال؟ الساكرال عادة تكون more or less rounded، الفشر يتساوي مع السلكس، وتكون عادة smaller، يعني أصغر سيجمنت هي الساكرال والكوكسيجيال، يتشابهون كثير، أصغر جزء يكون أو أصغر سيجمنت تكون عادة الساكرال أريا، زين؟ يكون الوايت ماتر بيها قليل، الجري ماتر كأنه يعني الدورزال والفنترال هورن كأنه يعني the same، السنترال كانال تكون بالوسط، الفشر والسلكس يكونون the same length، ولهذا تكون مدورة، مدورة الشيب مالتها. هي شوية صعبة بس من تقروها مرة أو مرتين إن شاء الله راح تلاحظون، وطلعوا أنتم صور من النت، أريد من أتكم صور بعد تبين الفروقات بين، لأن أنا بالامتحان ممكن أجيب لك أي قطعة، ما أجيبها هكذا، أجيب لك أي سيجمنت من هذول السيجمنت شخصية أنت، هاي السيرفايكال وليش قلت عليها مثلا ثوراسيك، ليش ما سيرفايكال، أشبيها شفاط صفة مميزة تميزة، زين؟ فأنتم تقروها أكثر من مرة حتى يعني تنتبهون على الفروقات مالته. أتكم أي سؤال أو استفسار طلاب؟ نمتم إلا بعد؟ لا دكتورة ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. أنت من يعني قاعدين؟ لا دكتورة قاعدين بس شوية، دخنا دختم حقكم، والله حقكم، لأنه صاغت أربع محاضرات وبين التشابه، بس من تقروها كل وحدة على حدة تشوفوها كلش سهلة، ما تسمعون أكيد سجلتم هم التسجيل، إذا ترجعون تعيدون سنتين. التسجيل مع المحاضرات تشوفوها كلش سهلة إن شاء الله. ما عندكم سؤال؟ الدكتورة بس بداية المحاضرة قلتي أنه الرينال سيستم على أساس أنه ما كان منانو، إحنا ما أخذنانو أصلاً. ها رينا الله ما بدت معك الدكتورة ترى؟ لا ما بدينا، آخر شيء أخذناه بالكورس الأول هو الإندوكراين، وحتى العملي ماله ما كملناه، يعني ما أخذنا علينا محاضرة عملي. زين ريسبيراتوري ما أخذناه، أخذنا بالكورس الأول بس السيركولاتوري سيستم والليمفاتيك وجي آي تي والإندوكراين بس. أنا ببالي كم بدت لكم دكتورة زهراء بس ما كملتوا. لا ما بدينا بينه، يعني ولا محاضرة ما أخذتم؟ ولا محاضرة أنه... زين على كل يعني معناته كلش متأخرين، إحنا كلش متأخرين. إيه والله ذول الرينال والريسبيراتوري المفروض مع الفصل الأول. على كل يلا إن شاء الله نحاول نعوضه إن شاء الله. الله كريم. زين يعني عندكم سؤال أو استفسار على المادة؟ أوكي، أشوفكم خير إن شاء الله. شكرا جزيلا.
إن شاء الله ما ضوشتوكم. لا لا هذه بكتير على عيني.